هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا عن بعض الصلاة؟ يجوز المأموم أن يكون إماما، مثل حدث حادث على الإمام فاجتنبه الإمام وقدمه يصلي بالناس، لا بأس يصلي بالناس، فإذا انتهى الصلاة وانجلته ويكمل ما فاته ثم يسلم به. إذا بقي إذا هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا بعض الصلاة؟ يعني المأموم مسبوكا يعني بعد ما تفر الجماعة أحد المأمومين يؤم من وراء من جاء متأخرا، يعني مسبوك إيه مسبوك إماما لغيره المسبوقين. لا بأس لا بأس، لكن ترك ذلك أولى، لو صح لو فعل لا صح الصلاة صحيح، لكن تركها كل واحد كل واحد يصلي نفسه المسبوقين كل واحد يتم نفسه أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتت ركعة مع عبد الرحمن بن عوف كانوا في سفر في غزوة تبوك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقضي حاجته صلاة الفجر، فلما تأخر عن الناس أقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا ركعة، فأشار فأراد عبد الرحمن يتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن يكمل صلاته، وصف معه النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة فقضيا ركعتيهما، ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بل صلى كل واحد ركعة التي فاتته، هذا الذي ينبغي من فاته بعض الصلاة أن يصلي لنفسه يكمل لنفسه والآخر يكمل لنفسه وهكذا، لا يؤم واحد أحد منهم كل واحد يكمل لنفسه. إذا كان الإمام يعرف أن هؤلاء الناس اللي جو ما يعرفون قراءة الفاتحة وما يحسنون قراءة الفاتحة، الإمام يعرفهم ولا هو يصلي كل يصلي نفسه ما هو بلي يعلمه ما تعلمه بعدين، يعني ما يصلي لهم يتعلمه بعدين ما دام ما فاتهم بعض الصلاة صلوا لنفسه كملوا لنفسه سواء جهال أو علماء كل واحد كمل نفسه والتعلم بعد ذلك لما يعرف هذا يتعلمها في وقت الساعة. نعم.